Salam alaikum wa marhaba bikum fi une nouvelle vidéo sur votre chaîne Toujours Sublime. Cette la vidéo qu'entre le cadre de l'épisode d'Ali à chaque tenue son histoire. ولكن خرجت شي شويه على القاعده علاش ما بقاتش une histoire تعاود نعمل لكم ولات حجايه ولات خبيره المهم autre chose que l'histoire tellement طويله محنتو هاد القفطان مسكين وبقاو معايا باش تشوفوا tous les détails. لو هاد القفطين كنت خيطته خفيف درت فيه هاد السفيفه عريضه اللي كتسمى واش نحل المهم لونيدا باي ما عرفتش اسم بالضبط. هي كتكون بحال فيها طفيرات كيف ما كتشوفوا صغار وواحد لي فيد الفراغات بيناتهم مهم دابا مبقاوش باينين. هي كانت سامبل اون فوا خيطتها ولبستها اون سول فوا بانت لي السفيفه بحال طلعت هادشي راه قديم شويه لبستها مره بانت لي السفيفه كثيره دايرينها انا شي حاجه جات شويه معربيه دي جونب اليابسه ومبقيتش حملتها كاريمون. اشنو فكرت ندير؟ قلت غندير ليها نبات باش نبدلها في شكيل. هو هذا اللي قدامكم هادي هي لو ريزولتا. درت فيها هاد الحجيرات كيف ما كتشوفوا لي زيمرود سمرود بالفير بحال زاجي شي شويه. المهم بدلت شكيل هادي الموديف نيميرو 1 اللي درت. هاد القفيطين ولا اللبسه كانوا فيها التيسو ديالها ساتيني كانوا فيها هاد لي الموتيف هاد الطرز البلدي فهاد الشكل في لي دو كوتي في القفطان. لا جوب هي هادي اللي خيطتها سي دو بروكار اللي واقف ودرت فيها نفس الرشمه هكا لتحت القفيطين كيبقى محلول باش تبان. لا كولور راه غتبان لكم ماشي لا ميم كانوا ما لقاوش ليا في الحرير ديال الطرز نفس هاد لو فير اللي في القفطان. المهم دي بانينا هادا الوغ القفيطين كيفاش كان في الاول طاو فوق ستر ديالو وكل في فيه هاد جوج رشيمات سي تو. هذا هو القفطان الاول والمونش ها هما مقادين بلدين فهاد الشكل بهاد الطريقه اي فوالا. قلنا في الاول هذا الشيء اللي كان فيه غتشوفوا معايا ملبوس في الاول بلا عقيق بلا والو بالطرزات اللي كانوا فيه في الاول سور لا فوتو اون هو ها هي غادي تبان توت سويت. باغ لا سويت كنت واحد المضمه كنديرها معاه بلديه المهم كان فيها تريك من اللور دوبليو فحال جراتو ليا شي شويه من جهه الحزام سيد ساتان شي خويته من حاجه دغيا كيتجر ولات شي واحد هذا بحال تنسل كاريمون التيسو ديالو داك عرفتي داك الجره التنسيله اللي كتخرج هكا في الساتان. اشنو فكرت رديتو الخياط حل العقاد عاود ردو الطرازه وزدت فيه هادو كيف ما شفتو تو طالوغ من البوس ما كانوش فيه رشمات هادو كانوا غير فوقانيين. دابا وليت كندير لا سينتور بحال هكذا الوغ و كيوليو هاد الرشيمات الفوق وهادو لتحت بلوس. اشنو زدت اونكور؟ زدت هادو اللي فحال نجيمات اللي خرجتهم انا كاريمون هنا من الرشيمه هما كاينين هنا وهنا وميليو حتى هما قلت ليها تعمر ليا بهم هكذا سدير من الفوق ما كانوش كيف ما شفتو معايا في لا فوتو. الوغ القفيطين ولا في هذا الشكل السفيفه تلبس في الاول بالسفيفه بلا بلا تنبات بالرشيمات جوست هادو لي دو والتحتانيين وحده بلوتو اللور كانت اون سول كبيره هي هادي سونتري. هادشي كله اللي شفنا في لا بروميير فوتو. الموديل الثاني باش تلبس نفس القفطان هو هذا بهاد النجيمات اللي كيف ما قلنا هنايا الفوق زدتهم زدت هادو بور كاموفلي داك الجره اللي تجا ليا تيسو بالمضمه
وزدت نبات الشيفا لانها بانت ليا تطلعت بزاف وكاينه بارتو وما بقاتش عجباني بزاف، زدت هاد النبات والريزولتا هي هادي كيف ما كتشوفوا معايا، بلوس الظهر ديالو بقاو تشوفوا معايا. ما قلت لكم كانت فيه هاد الرشمه بوحدها السونطري، جاني بحال بقى خاوي تالمون ولا شويه شارجي من القدام، زدت فيه كاريمون هاد جوج، يعني كدير حتى كيبانو هاد لي 3 ديال الرشمات سونطري، هادوك بلوتو ماشي سونطري، هادوك جوج كي فورم ان تريانغل وهادي الوسط. الوغ نكمل لكم الحجايه اشنو عاود وقع لهاد القفيطين مسكين. كانت العرس ديال ماسور لوكازيون اللي كانت عندنا وعرفتو مع هذا جيتي اونسانت ديجا، قلت المهم ديجا قلت فواحد اللبسه اخرى كنت لبستها بدلت بها، كانت هي الثانيه وهذه هي الاولى اللي دايره ان جوبو لو او ديالها مفروقين بواحد لا روب ديال زارا. الناس اللي ما شافوهاش غنخليها لكم تو سويت في لو ليان هنا الفوق ولا في لافان ديال لا فيديو باش تشوفوها اللي لبست في نفس العرس بدلت بها. نكمل على هاد القفيطين، كملوا الحجايه ديالو. ملي كان الكرش عندي كانت ابارونت كبيره، يعني حتى حاجه ما كتجي قدك كلشي سيري، اشنو فكرت ندير؟ نفس القفيطين ديتو الخياط عاوتاني حل ليا كاريمون هاد العقاد ولا محلول، خديت واحد تيسو ما شريتوش بروكار حتى هو اللي كان عند ماميغ وعاد كتحط ما كتخيطش، المهم انا حادقه في الخياطه خديته من عندها قلت لها عطيه ليا فوالا، خيطتو قفطان لتحت ولبست معاه هاد القفيطين ديالي الفير محلول. ها كيفاش خدمت القفطان سامبل بروكار بالدوري اللي جا معاه مع السفيفه، درت فيه نفس السفيفه هاد لو ني دابي فوالا، غير هي درتها رقيقه نفسها نفس الخدمه ولكن العرض ناقص، ودرت فيها حتى هي تنبات لقيت بزز اون فيت هاد الجوهر وجو بونس كاع ماشي نفس لي ديمونسيون، قيل هذا كبر ليجيرمون من الاخر، المهم ما بانش الفرق حيت الحاجه عرفتم كتخرج كيدوز الوقت بحال ما كتبقاش في السوق، كيخرجوا دوت موديل اشكالات اخرين دوت كولور. صوبته هكذا وليت لبستو تحت من هذا من القفيطين ديالي ديك لا بيريود اللي كنت اونسانت في داك العرس ديال ماسور لبستو. باغ لا سويت هاد القفيطين خليتو لمامي جا سامبل، وهذا يقدر يتلبس في شي مناسبة خفيفة، يعني خليتو رديتو ليها مخيط وانا رجعت كنلبس القفيطين ديالي مع لا جوب ديالو اي فوالا. مشات حجيتي مع الواد الواد ونخليكم مع وليدات الجواد. واللي نسيت ما قلتش اون فيت بقى لي واحد الطريف ديال توسي القفطان وخيط جلابه لماميغ اللي هي هادي اللون ديال التوب بين البوردو والغرونا، غلفت لي القب بالفيغ ديال القفطان ودرت لي هاد لو تريونغل ديال التوب من القدام وخدمته بالمرمى بالفيغ والبوردو بلوس زواق المعلم بيان سور. بقاو معايا حتى لافان ديال لا فيديو باش نشوفو اونصومبل لي فوتو ديال القفطان ملبوس في الاول كاريمون قبل اي موديف، قبل ما نزيدوه تنبات، قبل ما نزيدوه طرز، وكيفاش ملبوس من بعد هكذا مصوب ومع القفطان التحتاني اللي ماشي لا جوب اللي كامل في البيريود اللي كنت اونسانت، وغنشوفو لا توتاليتي ديال لي فوتو اللي عندي من المناسبات القفيطين. الوغ الى عجبتكم هاد ليدي وهاد لي موديف ولي زيدي اللي كيجيو على حسب الظروف ديال الواحد اونسان الكرش ولا واحد غلاد ولا رقاق، اشنو يقدر يدير باش يعتق الموقف ويستعمل شي حاجه اللي عنده. نوبليي با دو لايكي دو بارطاجي بيان سور، والناس جداد اللي اول مره يشوفوا لاشين ديالي مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا ابوني تبارطاجيو مع لي كونيسونس ديالكم وتشوفوا لي زوت فيديو وديروا ليا دي كومونتير الى بيان سور عجبكم لو كونتينو ديال لاشين توجور سوبليم. ميرسي، على لا بروشين.